فلا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون في الآخرة. ده كلام طيب. وإذ أخذنا ميثاقكم برضو وإذ ساعة تسمع وإذ فاعلم جيدا أنها ظرف زمان لحدث. ظرف زمان لحدث. اذكر إذ حصل كذا. اذكر إذ حصل كذا. وإذ أخذنا ميثاقكم. لاحظ أن القرآن حينما يتكلم هنا عن اليهود يتكلم عليهم بالخطاب، وهل الذين عاصروا نزول القرآن هم الذين أخذ عليهم الميثاق؟ هؤلاء مخاطبون، والمراد به آباؤهم وأجدادهم الذين عاصروا هذا العهد. ليه؟ لأن إن كانوا آباؤكم مؤمنين كان يجب يلقنوكم كل ما مر بهم من أطوار إيمانهم. فكأن المطلوب من كل أب أن يبلغ ذريته ما انتهت إليه قضية عقيدته الإيمانية. فحين يمتن الله عليهم أنه أنقذهم من فرعون، وهل أنقذ الموجودين؟ لا، أنقذكم نعم، لكن بالتبعية، لأنه حين أنقذ أباءكم من التذبيح هو الذي أبقاكم إلى الآن. يبقى ينتب ولا لا؟ كأنكم كنتم مطمورين في آليكم. طب وإذ استسقى موسى لقومه، برضو لو ما استسقش موسى لقومه كان هلكوا من العطش، ولو هلكوا من العطش لما أتيتم أنتم. إذن فكل امتنان عليهم هناك يعتبر امتنانا عليهم إيه؟ عليهم هنا. وإذ أخذنا ميثاق، إن كانت بقيت لكم بقية من دين في اليهودية فهذا من أخذ الميثاق القديم، لولا ذلك لما حصل لكم إيه؟ إذن فكل نعمة نتحدث بها عن السابقين إنما نتحدث بها عن السابقين في إيه؟ في أشخاصكم أنتم.